السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وموضوعنا لهذه الليلة، نريد أن نتأمل ونتدارس كتاب الله عز وجل، ننظر في آيات الأحكام المتعلقة بالصيام في رمضان. واليوم ننظر في العلاقة الزوجية، العلاقة الزوجية خلال ليالي رمضان. توقفنا بالأمس عند الآيات القرآنية الكائنة بسورة البقرة، وتوقفنا عند قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كنا قد تدارسنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ووقفنا عند قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هنا ربنا سيتكلم عن العلاقة الزوجية خلال ليالي رمضان، كيف كانت وكيف شرعت، وما هي الأحكام المرتبطة بالعلاقة بين الزوجين. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نقرأ هذه الآيات البينات، نتأملها، نتدبرها، ثم نقوم ببيان معانيها وتفسيرها. يقول ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هكذا ربنا عز وجل يتحدث عن الأحكام المرتبطة بالعلاقات الزوجية. وفي هذه الآية ربنا قدم رخصة لعباده المؤمنين، لأنه كان في أول الإسلام، كان إذا أفطر المؤمن والمؤمنة يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء فقط. كان الناس في أول الإسلام لهم رخصة الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، وإذا ناموا بعد ذلك لا يحل لهم أكلا ولا شربا ولا جماعا، فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة، خصوصا قضية الجماع عند بعض الصحابة. لأن المقصود، ما المقصود بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث إلى نسائكم؟ الرفث يعني هو مقدمات الجماع، مقدمات الجماع تكون بين الزوج والزوجة محرمة في نهار رمضان، ولكن بعد الإفطار يكون الأمر مباحا. الرفث مقدمة الجماع ثم تنتهي بالمعاشرة، هذا الأمر كان منهي عنه إلى صلاة العشاء. وربنا عز وجل سوف يرفع هذا الأمر، لأنه وجد الناس مشقة، بل منهم من كان يختان، كان الرجال يخونون أنفسهم، وكان الناس يشعرون بضيق، وكان الناس منهم من يحتال ليصل إلى غرضه.
فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فلا نبشرهن. فهذا جاء تخفيف على المسلمين. ثم ربنا عز وجل زاد وقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني أن العلاقة الزوجية بين المرأة والرجل هي علاقة سكن، سكن لهم وسكن لهن. النساء لحاف للرجال وأنتم لحاف لهن. يذكر علماء التفسير أن من أسباب نزول هذه الآيات أن صحابيا جليل كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. أي ليس له الحق بعد أن يستيقظ بعد العشاء أن يأكل أو يشرب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك اليوم سمر عند النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بقي مع النبي في رمضان ليلة من الليالي، بقي معه متأخرا يتحدثون في شؤون المسلمين وفي قضايا المسلمين إلى وقت متأخر من الليل. ثم بعد ذلك عاد سيدنا عمر إلى بيته وكان يقظا لم ينم سيدنا عمر، فأراد أن يأتي زوجته، لكن زوجته اعتذرت منه وقالت: أنا نمت ولا يحق لي أن أقوم بمعاشرة زوجية، لا يحق لي هذا الأمر. فقال لها: لا، أنت لم تنامي وإنما تمنعت مني. ووقع شجار بين سيدنا عمر وبين زوجته، وبدأ القضية تكبر. وفي الصباح التقى سيدنا عمر مع كعب رضي الله عنه الذي هو كعب بن مالك راوي الحديث، فقال له: أنا أيضا وقع لي مثل ما وقع مع زوجتك، لقد عدنا جميعا متأخرين من العمل في مذاكرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين، وجئنا بعد منتصف في الليل، وأين أيضا وجدت زوجتي بعد تناول الإفطار أنها نامت وتمنعت علي. فقالوا: ماذا نفعل؟ فقالوا: نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالله سبحانه وتعالى يتابع هذه الأحداث، يربي الأمة الإسلامية. المسألة ليس فقط في سيدنا عمر وسيدنا كعب، هي في عموم المسلمين الذين شعروا بنوع من الشدة ونوع من المشقة. فأراد ربك سبحانه وتعالى أن يخفف عن الناس، لأن الله عز وجل في القرآن العظيم أسباب النزول هي من بين مقاصدها هي إعادة التربية، أن الله تعالى يتفاعل مع المؤمنين، خصوصا المسلمون الأوائل، جيل الصحابة، الجيل القرآني الفريد. ربنا كان يتفاعل معه، مرة يفعل كذا، مرة ينسخ كذا، مرة يزيد في كذا، مرة ينقص في كذا، كل هذا من باب التربية ومن باب التوجيه ومن باب التفاعل. فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي فيها الفرج. نزل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهنا الصحابة رضي الله عنهم كبروا وهللوا، ونزل قوله تعالى: فالآن باشروهن. يعني أن المسألة لم يعد فيها منع، وإنما هي رخصة وسعة من الله تعالى. فلاحظوا أيها الأحبة الكرام أن هذه فيها تربية للمسلمين الأوائل، تسمى الجماعة المسلمة الأولى، النواة التي سوف تحمل القرآن وتحمل السنة وتحمل الفقه وتحمل مشعل العقيدة والشريعة إلى بقية المسلمين في العالم عبر التاريخ. كان يربيهم ربنا عز وجل. ثم قال لهم: ابتغوا ما كتب الله لكم، أي أنه كل ما في أنفسكم، إما في مباشرتكم لزوجاتكم أو التقرب إلى الله عز وجل، فكل ذلك لكم مباح. ولكن انتبهوا، المقصود
من هذه العلاقة الزوجية هو حصول الذرية وإعفاف إنسان يعف نفسه ويحف زوجته ليحقق مقاصد هذا الزواج والنكاح، وابتغوا ما كتب الله لكم. المقصود الأعظم من هذه العلاقة الزوجية ومن هذا الوطء والنكاح هو تحقيق مقاصد الرحمن، وهو العفاف والاستعفاف للرجل والمرأة، وأيضا حصول الذرية بأن يقع الحمل ويقتي الأولاد وتكثر الأمة. وقال العلماء: ومما كتب الله لكم ليلة القدر، أي انتبهوا، هذه الأيام ليست كلها سواء، هناك أيام فيها سعة فيها تيسير، لكن هناك أيام أخرى قادمة وهي العشر الأواخر من رمضان، عليكم أن تبتغوا ما كتب الله لكم في هذه الليلة المباركة، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذات وهذه الشهوات وتضيعوا هذه الليالي المباركة، هذه الليالي اللي هي فيها العبادة والقيام وتلاوة القرآن، لأن اللذة هي مدركة، اللذة والعلاقة بين المرأة والرجل هي مدركة عندك العام كله، لكن هذه ليلة القدر اللي غتكون في العشر الأواخر من رمضان، هذه من فاتته لم يدركها أبدا. وهنا كان بعض الصحابة أنهم كانت قوتهم أكبر، قوتهم أكبر ووقع لهم المحظور، وحتى في نهاية رمضان. فهنا ربنا عز وجل سوف يشرع للزوجين كفارة إطعام 60 مسكينا إذا قدر الله ووقعت العلاقة الزوجية في نهار رمضان. هناك من لا يملك نفسه، هناك بعض الناس ربما يبدأ هذه العلاقة ولكنه قد يقع في الرغبة الشديدة، وهنا ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا كفارة وهي إطعام 60 مسكينا، وإذا لم يستطع فليصم شهرين متتابعين مع قضاء يوم أو عتق رقبة مؤمنة. وفي الغالب كانت بعض النساء كانوا كيجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتقول: يا رسول الله أنا أكرهت، أنا زوجي هو الذي ارتمى علي. فهذه المرأة تكون بريئة، تقول: أنا كنت في المطبخ وكذا والزوج هو قوي ولم يملك نفسه ووقع الذي وقع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكفارة على من كانت له الدافع. إذا كان الزوج هو المقبل على المرأة تهجم عليها، فهو الذي عليه صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أما المرأة إذا كانت ضحية فعليها فقط قضاء ذلك اليوم، فقط قضاء ذلك اليوم. وخصوصا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرجال والنساء لما سئل عن القبلة والملامسة في نهار رمضان، فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يتقدم لزوجته لكي يقبلها أو يلامسها فيقع منه ما يقع، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت هل كان النبي الكريم في نهار رمضان يقبل، قالت: نعم كان يقبلني ويلامسني، ولكن كان أملك لإربه، كان أملك لإربه، ولكن الناس آخرين لم يكونوا أملك لإربه. فعدد من الصحابة رضي الله عنهم وقعوا في هذا المحظور، ولهذا ربنا شرع هذا التشريع للزوجين حتى يكونوا في مأمن مما وقع. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هنا ربنا عز وجل سوف يبين الفترة الزمنية التي هي فيها الإباحة، الإباحة في الأكل والشرب والجماع، هي حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأن كانوا من قبل كيبدوا مع المغرب، مع المغرب لهم الحق في الأكل والشرب والجماع، ثم مع العشاء يمنعون، لكن الآن ربنا عز وجل مدد المدة رحمة بالعباد، مددها من المغرب إلى العشاء إلى متى؟ إلى الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا يعني طلوع الفجر الصحيح. ويروى في سبب نزول هذه الآية
أن الصحابي الجليل عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم وابن حاتم الطائي الذي كان أكرم العرب، كان كريما وكان نصرانيا على دين النصرانية، وفيما بعد سوف يسلم، وكانت له لقاءات مع النبي الكريم، كان عنده جدال، كان يجادل. وفي السنة النبوية الآن حافظت لنا حوارات ما بين النموذج المسيحي والمسلم، كان سيدنا النبي يقول كذا ويرد عليه عبد الحاتم بكذا عن النصارى، فكانت عبارة عن وثيقة مهمة إن شاء الله قد نتحدث عنها في حلقات مقبلة وفي مناسبات قادمة بإذن الله إذا كان في العمر بقية. كيف كان الحوار الإسلامي المسيحي في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ وعدي بن حاتم هذا هو كان المتزعم، لكنه فيما بعد أسلم وحسن إسلامه وصار كثير العبادة. لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ماذا فعل؟ ذهب وضع الطعام، كان يحب طعامه، وعاشر زوجته، ووضع في غرفة نومه عقالين أحدهما أسود وآخر أبيض، فوضعهما تحت وسادته، وبقي يأكل ويشرب ويجامع زوجته، وكان ينظر إلى هذين العقالين، فينظر ماذا سوف يتبين الأسود له من الأبيض، لكنه بقي هكذا حتى أشرقت الشمس. فلما أصبح قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، قال: إن هذه الوسيلة ربنا قال لنا حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأنا أخذت عقالين خيطين أحدهما أبيض وأسود. وهذه هي الساعة، بحال هي المكانة، هي الساعة اللي عنده ينظر من اللي غيبان اللي تشرق الشمس وغيبان اللي هذا أبيض وهذا كحل، معناها راه هذاك هو الوقت. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه، وإنما ضحك في وجهه وتبسم وقال: يا عدي، إن وسادك العريض إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ليس المقصود أن تأتي بخيطين، لما قال الله عز وجل الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عدي بن حاتم أخذها بالظاهر، أخذ عقالين يعني خيطين، قال إلا ما شئت، المقصود المقصود هو بياض النهار وسواد الليل، أنك تشوف السماء ويبقى لك السماء، أن ذهب الليل بظلامه وأقبل النهار بضيائه، فقال إن وسادك العريض. وهذا منهج نبوي شريف، كان يصحح المفاهيم ويوضح ويبين بابتسامة، كان سيدنا النبي لا تفارقه الابتسامة، وإذا جاءه صحابي بفكرة تدل على عدم الاجتهاد لا يقول له هذا غباء، كان يقول له إن وسادك إذن لعريض، لا يقول له بأنك أنت غبي وأنك لم تفهم المقصود، وإنما كان يقول إن وسادك هذا العريض، يعني كناية تربوية أن فهمك هذا فهمك ليس صحيحا. وبعد ذلك ربنا عز وجل قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس. هنا الليل معنى غروب الشمس، ليس الليل الدامس. وهنا ربنا عز وجل سيقول بعدها: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هنا إشارة إلى أن الأيام للرمضان العشر الأوائل والعشر الوسطى لا بأس، لا بأس كل علاقة زوجية لا بأس، لكن العشر الأواخر من رمضان يعني المؤمن عليه أن يستعد لها، لأن هي أيام اعتكاف في الأصل، أن العشر الأواخر هي كانت للاعتكاف. وهذه الآية القرآنية هي أصل في مشروعية الاعتكاف ولزوم المساجد والانقطاع للعبادة، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، لا نقول هناك اعتكاف في البيت، إنسان سد علي بابه وسد علي النوافذ ويقول أنا معتكف، هذا لا يسمى معتكف، هذا ماكت في بيته. الاعتكاف لابد أن يكون في المسجد، والصحابة رضي الله عنهم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أن يعتكفوا، فكان سيدنا النبي يضرب عليه حصير حوالي مترين تقريبا ويبقى هناك
لا يكلم أحد ولا يتحدث مع أحد ولا يفكر في أي شيء من شؤون الدنيا، وإنما ينقطع في اتصال مباشر بينه وبين ربه كما كان يفعل في غار حراء. ولما رأه الصحابة بدأوا كل واحد فيهم يأخذ ركن من أركان المسجد ويعتكف ويبقى اليوم بكامله أو أيام، ثلاث أيام أربعة أيام. حتى قال العلماء أن أقل الاعتكاف بين صلاتين، بين صلاتين هذا يسمى اعتكاف، بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب يسمى اعتكاف أقله، وأكثره يبقى أيام إلى أن يمضي رمضان. ولما نقرأ كتب الفقه، كتب الفقه الآن المصنفات الفقهية، نرى بأن العلماء لما يصنفون يتحدثون عن كتاب الصيام ويتبعونه بكتاب الاعتكاف. لاحظوا كتب الفقه، كتلقى كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، بعد كتاب الصيام هناك كتاب الاعتكاف. لماذا؟ لأن الله عز وجل اقتداء أن القرآن العظيم نبه على ذكر الاعتكاف بعد الصوم. فهنا قال ربنا عز وجل هذه العلاقة الزوجية بين المرأة والرجل هي مباحة، كل ذلك مباح، لكن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعني حتى أيام الاعتكاف اللي تكون لا حق لك حتى بالليل، لا حق لك بمعاشرة الزوجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان كان يوقظ أهله ويشد مئزره. يشد مئزره، ما معنى يشد مئزره؟ أنه ليس هناك علاقة زوجية أبدا، ويحيي ليله. ظل سيدنا النبي هكذا العشر الأواخر من رمضان سنين طويلة حتى توفاه الله تعالى. وحينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجاته من بعده يعتكفن، النساء أيضا يعتكفن في المساجد. وسنة الاعتكاف هذه كانت معروفة في تاريخ الإسلام، حتى في مغربنا كان الحمد لله الاعتكاف موجود دوما في المساجد الناس منذ زمان إلى حدود السبعينيات من القرن الماضي والثمانينيات من القرن الماضي. هنا سوف يقع نوع من البلبلة، هنا المساجد لم تعد يعني مفتوحة أبوابها. لماذا؟ لأن بعض الناس دخلوا إليها واستغلوا هذه السنة الطيبة وأقاموا بلبلة وأقاموا كذا، فقامت المصالح الأمنية بإغلاق المساجد، إغلاقها. والآن الحمد لله السنوات الأخيرة رأينا عودة جديدة لسنة الاعتكاف، ولكن ليس في كل المساجد، هناك مساجد في بعض الأقاليم وبعض المناطق يتم الترخيص في الاعتكاف بها من أراد أن يعتكف، وتكون هناك حراسة ومراقبة ومتابعة حتى لا يقع هناك نوع من البلبلة والتشويش أو الضجيج أو غير ذلك من الأمور. فهذه إجراءات ربما مواكبة. وربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. هنا ربنا عز وجل سوف يرسم الحدود للمؤمنين والمؤمنات، يعني أن العبادة المقصود منها هو الاقتراب من الله عز وجل، ولكن ربنا يحد لنا حدودا، يضع لنا موانع حتى لا نتجاوزها، لأن العبادة ليس فقط في القلب، هي العبادة في القلب أيضا فعلا، ولكن لابد من الابتلاء، لابد أنك تخضع لمولاك، لابد أنك تخضع لشريعته، لابد أنك تضع. لماذا إبليس تمرد على الله؟ لأن ربي أعطى أمر، قال لي أسجد لآدم، فقط طلب واحد ولكنه رفض، لم يخضع لأمر الله. فالمقصود العبادة والخضوع لله تعالى، ولا تقول كيف ولماذا، وإنما العبادة هي حق الله بما قال لك الحق عز وجل، تخضع له لتحقق معنى العبودية. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يعني هذه البينات التي بينها الله تعالى ما المقصود منها؟ هو حصول التقوى، حصول التقوى. ومنذ البدء ماذا قال ربنا عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون. فتبقى التقوى، ربنا يكررها في كل مقطع. الغاية من هذه العبادات من الصيام ومن الاعتكاف ومن الإمساك، كل ذلك تحقيق التقوى. أما الحياة العاطفية فهي تستمر بين الزوجين في هذا الشهر الفضيل،
والنساء خصوصا يعين أزواجهن، المرأة في رمضان تعين زوجها على أنه يكون أقرب إلى الله، أنه يبتهل إلى مولاه، أنه يذهب بكليته إلى العبادة. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يطوين الفراش، فراس الزوجية في هذه الأيام خصوصا العشر الأواخر من رمضان، كانوا يطوين فراس الزوجية ويعتزلن حتى بيت زوجها حتى لا يقع هناك رغبة. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنه تسأل: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. كانت العشر الأواخر كلها لا يرددن إلا هذا الدعاء: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فهكذا أيها الأحبة الكرام، رمضان هو فرصة لإيجاد المشتركات بين الزوجين. قد يقول قائل: يعني هل رمضان هو جاء ليفرق بين الزوجين أم جاء ليجمع بينهما؟ كم من علاقة زوجية مبنية على الرغبة، مبنية على الإثارة، لكن ربنا عز وجل أراد أن تكون العلاقة مبنية على الإيمان وعلى اليقين. فهناك مشتركات بين الزوجين: يصومان معا، ويفطران معا، ويتسحران معا، ويخرجان معا لصلاة التراويح. صوروا معي دابا الآن العلاقة الزوجية، هذا ليس فيها حرمان، بل في واحد الاحترام والتقدير والتعلق بين الزوج والزوجة، ليس جسديا وإنما روحيا. فهذا الشهر الفضيل كاين الزوج اللي ما يتلاقاش مع زوجته، هو كيتغدى في مكان وهي في مكان، وكيروحوا بالليل متعبين، لكن نعمة رمضان أننا نصوم معا، نفطر معا، نتسحر معا، ثم نخرج معا لصلاة التراويح، ونقتسم هذه اللحظات الجميلة. إذا كان هناك ندوات أو مجالس ذكر أو جلسات قرآنية، هذا كله يساعد على تنمية العلاقة ديال المحبة والمودة بين الزوج والزوجة، خصوصا لما يضعني هذا الأمر احتسابا لله ورغبة فيما عند الله من الأجر، لأن هذا هو الطريق في مسألة الحياة المفضي إلى الجنة بإذن الله تعالى. وهنا كنلاحظ بأن الزوجين عليهما أن يتدربا خلال شهر رمضان على الصبر. شهر رمضان هو شهر الصبر والمواساة، لأن الإنسان ربما خارج رمضان تقع خلافات زوجية وتقع هناك صراعات. أحسن فترة زمنية للإصلاح بين الزوجين، أفضل مناسبة وأفضل وقت باش توطد العلاقة بين الزوجين هي هذا رمضان المعظم. ربنا عز وجل جعل طريق للقاء الأسرة، الآن الأسرة كلها تلتقي ساعة الإفطار على مائدة رمضان. تصوروا جميع الأسر ربما لا يلتقون مع التوقيت المستمر ومع الأعمال والأعباء الشاقة والجري وراء العمل، الإنسان قد لا يلتقي مع الأسرة، لكن في رمضان نلتقي كل يوم ساعة الإفطار على مائدة واحدة، ونلتقي أيضا ساعة السحور، وربما نذهب معا إلى التراويح ونجتمع على مجلس الذكر. هذا يؤدي إلى العلاقة الأسرية تعود قوية في رمضان، وبذلك نواجه الأزمات والمشاكل التي عادة تعصف بالعش الأسري. هذه الآيات البينات هي المقصود بها، ربنا أراد أن يديم المحبة والمودة داخل عش الزوجية وداخل عش الأسرة. فنسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم المحبة والمودة، نسأل الله تعالى أن يباعد بيننا وبين الشيطان الرجيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير بين جميع عباد الله المؤمنين، اللهم آمين يا أكرم الأكرمين. واللحظة أيها الأحبة الكرام، يسعدنا أن نستقبل مكالماتكم. نذكر بأرقامنا الهاتفية، هي كالعادة 05-22-88-00 60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.